ممزوجة بالاحتفال والحزن في وقت اللي نقولوا حكومة فشلت، فشلت فيش؟ نحبوا نعرفوا فشلت فيش؟ الحكومة هذه من قبل ما تتشكل ونحن يقولون فشلت، معناها الناس هذوما مع كل احتراماتي لأصحاب الرأي هذا ماذا بينا يقولون شنو مطلوب منها الحكومة تعمل وقت اللي أنت ما خليتهاش نهار تخدم، ورغم هذاك احنا لبس علينا النجم نقول كيف نقارنوا روحنا بغيرنا ونقارنوا روحنا بامكانياتنا خاصة. نحن الاعتصام هذايا مشاركين فيه معناها كطلبة وكشباب وداعمين، وكما كنا داعمين اعتصام باردو مازلنا باش نبقاو شاهدين صحيح إلى حين رحيل الحكومة هذه، على خاطر راهو علي العريض كما معناها حكى البارح يستهزئ بالرسمي بالذكاء نتاع التوانسة وماشي في باله معناها التوانسة ما يفهموش ومش باش يفهموا معناها الكلام اللي حكاه هو وباش يعديها عليهم باش يعديها عليهم، لكن نحن نقولوا له راهو نحن ما تعديتش علينا وفهمنا بالضبط شنو حبيت تقول وشنو ما حبيتش تقول وعلى شنو حبيت تلعب بالضبط، والاجابه هاي موجوده على عين المكان. نحن اليوم هذا الاعتصام معناها موجود قدام معناها رئاسه الحكومه باش يبقى متواصل الى حين رحيل الحكومه هذه. احنا كحكومه نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي أو بمبدأ تخلي الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق وهذا التمشي لإنجاح الحوار الوطني يقي البلاد من الفراغ ومن الغموض. احنا من موقعنا في الاتحاد العامي طلبة تونس نطالب باسقاط الحكومه هذه اسقاط فوري، ونعتبر ان الحوار الوطني لا سبيل اليه قبل اسقاط الحكومه، ونحن في جب كمان ندعو في جبهه انقاذ الالتحاق بالاعتصام وعدم الالتحاق بالحوار الوطني الا بعد اسقاط الحكومه. تعبير شعبي لرفض اي انقلاب يصير في هذا البلاد، الشعب التونسي يريد اكمال الدستور في اقرب وقت. الشعب التونسي يريد أن تصير انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت ويرفض أي انقلاب. ما يجري في سيدي بوزيد وما يجري في قبلات وما يجري وهي هذه عصابات إجرامية ممولة بأيادي يسارية تتعامل مع الصهيونية، فهذا واجب أن كل مواطن واجب كل مواطن أن يتنبه لذلك. نترحم على الشهداء الأبرار ونتوجه لعائلاتهم وأقاربهم وذويهم وكافة إخوانهم في السلك ومحبيهم بأخلص التعازي والمواساة. الشعب التونسي ما عادش يتحمل، وندعو كافة يعني القوى الحية في البلاد هذه والسياسيين الشرفاء، وتحية إلى التلامذة الحركة التلمذية والحركة الطلابية اللي متواجدين لهنا، تحية إلى كل تلميذ جاء، وهذه سابقة في تونس أنه التلميذ ابن التلميذ اللي درسناه أنه اليوم وقت اللي لاحظ أمس أنه يحضر أول الواصلين إلى ساحة محمد علي ويدخل أول الوافدين كانوا التلامذة، هذا يعني يبشر بأنه مستقبل تونس بخير إن شاء الله ضد هذه القوى الظلامية التي تقبع في هذا القصر، هذا القصر الذي حررنا منه ديكتاتور. الحملة اللي قمنا بها احنا حملة ليل المساس بالانتقال الديمقراطي في تونس بدأت 23 أكتوبر في ولاية نابل. الحملة هذه من المبرمج أنها تنتشر في كل الولايات التونسية، والغاية منها جمع أكبر عدد من التوقيع من الناس اللي رافضة المساس بالانتقال الديمقراطي باعتبار أنه بناء وإرساء مؤسسات ديمقراطية هي الغاية الأساسية اللي ناضلوا من أجلها. احنا ما نش ندافع ولا حزب ولا نصر في حزب قدر ما نسعى إلى إرساء فكر ديمقراطي يرى أنه التحول والتغيير على رأس السلطة ما نجم يكون إلا عن طريق الانتخاب، عن طريق المؤسسات الديمقراطية المنتخبة. التصريح نتاع سي علي العريض كان مبهما غامضا، وأعاد وكرر ما يقوله في السابق، ما فهمناش إيش معناها تلازم المسارات، مرتبط المسار الدستوري والمسار الحكومي. ثم ناس تصور الحوار الغاية منه هو تغيير الحكومة ولا معناها يعني إزاحة الحكومة ولا الإطاحة بالحكومة ولا حل الحكومة، كل معنى لفظا نحب نتكلم، ماهوش هذا الغايه من الحوار. الغايه من الحوار هو انه نجحوا ما تبقى من المرحله الانتقاليه، هو نجاح مسار انتقال ديمقراطي، هو انه نعطيه دستور لتونس ونمشيوا الانتخابات في موعد متفقين عليه التوانسه الكل،
ويكون معنا عندنا هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، وقانون انتخابي يضمن تكافل فرص ويضمن تمثيلية حقيقية. احنا بالطبع كل شيء مرتبط، ولكن مبادرة الربيعي واضحة، في 3 أسابيع حكومة جديدة، في 4 أسابيع دستور. احنا طالبين سي علي العريض وحكومته أن تكون واضحة في هذه المسألة. على كل حال احنا متمسكين بالحوار ونحبوه ينجح، وعلى أساس الوضوح سيدة حسين العباسي يقول أنه اليوم باش يجري مشاورات مع سيد رئيس الحكومة لمزيد التوضيح، ما يسالش حتى كان هو يكون واضح وإحنا نقولوا مبهم. يا سيدي وضح لنا، ما يسالش، وضح للشعب التونسي، وضح لهالشباب اللي اليوم في القسمة قالوا لا مش واضح، ما نعرفوش يا حكومة وقتاش ماشية، رانا تعبنا. فطالبين سي علي العريض أن يوضح المسألة هذه على أساس التوضيح. نحن لا نرضخ لأحد، نرضخ للمصلحة العليا للوطن. نحب نأكد على ضرورة التزام كافة الأطراف، أطراف الحوار من أحزاب ومنظمات، بإنجاز المسارات المذكورة في المبادرة في أجالها حتى لا تتعطل مصالح البلاد.